السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في المحل تاع دي ام، جيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. صراحه لقيت واحد المفاجاه كما لاحظتوا في العنوان، بقاو معايا. واول حاجه غادي نديها لكم هو الماسكات اللي كاع البنات وكاع النساء كاملين حنايا كيعجبونا هكا، خصوصا الماسكات نتاع بالية. كاين هذا باللي جديد خرجوا، هذا داير بحال القناع، الثمن ديالو 95. بحال هادو ديما كاينين، يعني ماشي جدادين. ولاحظ دخلوا هاد العطر نتاع الجسم، ماركه نتاع بالية، هذا داروا ليه اورو 45. وكاينين هاد العطور، عطور نتاع الشعر تاع هاد الماركه. كاين هذا نتاع الفاني، واحد تيحته هذا نتاع الورد، وهذا العطر نتاع الليل اللي الثمن ديالهم 3 اورو 95. وكاين هذا خلاص عطر نتاع بالية، كل مره كيجيبوا واحد بوحدو. بحال هذا كان هنا موجود، هذا نتاع الفصل الشتاء، وجابوا هذا ثاني جديد بجوج اورو 95، هذا بجوج اورو 25. وشوفوا تاني يا البنات شنو لقيت عندي ام كالندر تاع رمضان. هاد العام فيه الحلويات، هنايا راه مكتوب هنايا كاع الحلويات اللي كاينين، وراه حلال، يعني داك الشيء اللي كاين هنايا بلا ما تخافوا منه، كل شيء حلال. صراحه هاد الشيء كيحمق، والله العظيم هاد الشيء كيحمق. كما كتلاحظوا لي الثمن ديالو 8 اورو و95 سنت. وكاينين هاد اللوازم اللي عندهم علاقه مع العنايه بالجسم، كاين هذا راه هو جربته انا، هاد موده مكتوب فيه حمام تاع الجسم. وكاين حتى هذا الثمن ديالهم ما عرفت فين كاينين، كاين هذا وكاين هادو كابلين تاع الجسم، هادو ب 3 اورو 95، وهادو ب 2 اورو 45. وكاينين حتى هاد الماسكات بالو ليا جابوهم جدادين، كاين هادي نفس الثمن كاملين، لا كاين هادو باورو 95 وهادو باورو 65. ولاحظت البنات دخلوا حتى هذا راه هو كيس نتاع الحمام، هذا ماشي بحال هذاك اللي ورت لكم في اكسيو كيجي رطب، هذا حرش نتاع الحكانيشن، الواحد يحيد الوسخ. وفيه حتى الالوان صراحه حرش مزيان، لي الثمن ديالو اورو 95. وكاين حتى هاد الفوط اللي هما خاصين تاع الشعر هكا للدوش، وفيهم حتى هما الالوان الثمن ديالهم 4 اورو 95. وكاينين هادو نتاع الباط، كاين هذا نتاع الكوكو، كاين هذا نتاع نشوف الريحه نتاعو نتاع الفاني لي الثمن ديالهم 55 سنت. وكاين حتى هذا نتاع الباط دخلوه جديد لي الثمن ديالو 95 سنت. ولاحظ دخلو هاد الباليت نتاع هكا تاع ديزين بحال هادي نتاع الميني ماوس لي الثمن ديالها 8 اورو 95. وكاين الرموش كاملين الماركه نتاع ميني ماوس ب 6 اورو 95. وكاين هذا الملمع نتاع الشفاه اللي فيه 3 في الباكيه ب 8 اورو 95. وجابوا حتى هذه الحقيبه نتاع المكياج اللي هي نتاع ميني ماوس، الثمن ديالها ما عرفتش فين حطوها هذه. وكاين حتى هذا الباليت، غادي نفتحها لكم كتجي بحال هكا، هادي الثمن ديالها 16 اورو 95. ودخلوا حتى هاد البوكس لي باكا نتاع بالية، هادي فيها الكريم نتاع اليدين، وفيه دوش كيل، وفيه الكريم نتاع الجسم ب 4 اورو و95 سنت. هادو كيحطوهم على اللوتام تاع عيد الحب، كاين هذا اللي فيه دور الثمن ديالو ما كاينش. ودخلوا هادو شوفوا ابتلاء الاظافر مع هذا الكريم جمعوا به الشعر، هذا الثمن ديالو تحطوش اثمنه ما عرفتش كاينش الاثمنه، وفيهم على حسب اللون اللي بغيتو. وجابوا حتى هاد الطاسات الثمن ديالو 4 اورو 45.
واما في جهه نتاع المكياج وخصوصا ماركه نتاع ايسنس، جيت نشوف الجديد اللي دخلوا هكا في المكياج ولقيت هنا هي واحد الحاجه جابوها جديده، هما هذه اللي هي خاصه نتاع المشطه نتاع الرموش، رموش العين، الثمن ديالها 2.75 €. وكاينين حتى هاد الباليت، هاد الالوان شوفوا، كاين هذا وكاين هذا لي الثمن ديالهم، هذا الثمن ديالو 4.95 € وهذا ب6.95 €. وكاينه هذه هادو اللي هما اللي كانوا قدو بهم هاد الجبه اللي فيهم 4 نتاع الرؤوس، الثمن ديالهم 3.25 €. وكاين حتى هذا اللي غادي نقولوا عليه ماسك اللي تحت العينين، الثمن ديالو 1.45 €. وكاين حتى هاد الماسك اللي هو الثاني ماركه نتاع ايسنس نتاع الوجه اللي مخدوم بلافوكا، دخلوه جديد للثمن ديالو 4.45 €. وجابوا هاد المكياج تاع هاد الماركه على لوتام تاع عيد الحب، كاينه هادي نشوف شنو فيها، فيها هادي اللي كتجي على شكل قلب، الاثمنه ما حطوش حنايا ما عرفت علاش ما حطاها هنا، نقول علاش فين هما الاثمنه كما كتلاحظوا عجبني الشكل ديالهم. انا ما عندي الصراحه ديال البنات ما عنديش مع المكياج، كندير داكشي خفيف ظريف هذا مكان. وكاينه هاد المرايا الثمن ديالها 2.95 €، وهادي اللي فيهم 2.45 €، كاينه هادي ب2.45 €. وجابوا ماركه نتاع بانتيل، جابوا فيهم شي حاجه جديده، كاينه هذا نتاع الشعر 5.95 €، وكاين هذا البلسم تاع الشعر 5.95 €، حتى هو كاين الماسك تاع الشعر تاع بانتين 7.95 €. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم دي ام. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.